ولمناقشة عملية اقتحام أنصار ميليشيات الحشد في العراق مقر قناة أم بي سي في بغداد، وما لهذه الميليشيات من سجل طويل من العمليات الإرهابية وعلى رأسها حزب الدعوة، ينضم إلينا عبر الهاتف رئيس تحرير صحيفة وجهة نظر السيد مصطفى كامل. أستاذ مصطفى، بداية مرحبا بك، ما الذي يؤشره قيام عناصر ميليشيا الحشد باقتحام مقر قناة أم بي سي أو مكتب قناة أم بي سي العراق في بغداد قبل يومين، وهي قناة تابعة بالطبع لشبكة إعلامية عرفت بدعمها الكامل للعملية السياسية وحكوماتها منذ العام 2003؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أحييكم وأحيي مشاهديكم الكرام. هناك العديد من المؤشرات التي تدل على هذا، تدل عليها هذه الجريمة التي ارتكبوها قبل يومين. الحقيقة المؤشر الأول الذي بودي أن ألفت له الأنظار هو أن العراق لا يمكن أن يستقر بوجود هذه الميليشيات الإرهابية التي تعلو على كل سلطة، سلطة القانون وسلطة الدولة كما تسمى، وطبعا لا توجد دولة في العراق. من الواضح أن الذي يتحكم بكل مفاصل الحياة في العراق هو هذه الميليشيات الإرهابية المتسيدة على كل شيء، والتي تعلن بصريح العبارة عدم خضوعها لأي قانون ولأي قضاء ولأي سلطات إدارية. وبالتالي فإن هذا الأمر سيستمر، هذه الهجمات وهذه الخروقات الأمنية والتصرفات الهوجاء ستستمر ما دام هذه الميليشيات هي من يتحكم في أوضاع العراق. يعني هذه المكتب قناة عربية تعمل وفق ضوابط ومعايير الحكومية، يعني عملية الاقتحام هذه على هذا النمط بالطبع سيكون هناك لها ردود فعل، كيف سيواجه الكاظمي الرأي العام العراقي أولا والعربي ثانيا؟ يعني أولا أن لابد من الإشارة إلى أن هذه القناة هي لمجموعة إعلامية لطالما كانت داعمة للعملية السياسية والاحتلالية، يعني مشروع الاحتلال في العراق ولمشروع غزو العراق. هي بالأساس أنشئت هي يعني قناة العربية وقناة أم بي سي، روجت كثيرا لمشروع الاحتلال في العراق. الكاظمي الحقيقة جاء وهو مدعوم من هذه الميليشيات، وهو يعرف جيدا أنه شخص بلا غطاء سياسي حقيقي وإنما بغطاء ميليشياوي، فلا يمكن له أن يعني يوفي بالوعود التي تقدم بها، وللعلم هي وعود سبق للجميع أن تقدموا بها. نوري المالكي تعهد بها، يعني الجعفري من قبل قال أنه وصف نفسه بأنه القوي الأمين، حيدر العبادي، عادل، عبد المهدي، كلهم لا يستطيعون، حتى لو كان مصطفى الكاظمي راغبا في أن يحدث شيئا فإنه لن يستطيع، يعني لا استعادة هيبة الدولة ولا تفعيل القانون ولا الإيفاء بأي من الوعود التي قطعها على نفسه. هذه مجرد وعود لتمرير الوقت ويعني خداع الشعب العراقي. قبل يومين أستاذ مصطفى، تداول ناشطون عراقيون يعني حديثا تلفزيونيا للقيادي في حزب الدعوة علي الأديب يبرر ويتباهى بتفجير سيارات مفخخة على يعني في ثمانينيات القرن الماضي استهدفت سفارات عربي، سفارات طبعا كسفارة بيروت. هل يعني أن الإرهاب يعني إرهاب حزب الدعوة ربما سبق إرهاب القاعدة وإرهاب داعش؟ وحتى قبل، ليس سبق إرهابهم فقط بل سبق حتى تأسيسهم. يعني نحن كنا نعيش في العراق، كلنا نعيش في العراق ونعرف جيدا ما الذي فعله حزب الدعوة الشيطانية الحقيقة وليس الإسلامية منذ نهايات السبعينات، سواء بمحاولات اغتيال المسؤولين وبمحاولات تفجير المؤسسات الحكومية وبمحاولات تفجير بعض الجامعات وبعض دور السينما وغيرها من أماكن التجمعات البشرية في بغداد وفي محافظات أخرى. وهذا الأدوار الخيانية والإرهابية
مارسوها طيلة الثمانينات بوقوفهم مع الجانب الإيراني في عدوانه على العراق، ثم مارسوها في مطلع التسعينات عندما شاركوا بصفحة الخيانة والغدر وقاموا بقتل آلاف العراقيين الأبرياء ضباطا وجنودا ومسؤولين في الدولة وفي أجهزة الأمن القومي. وبالتالي يعني هم مارسوا عمليا هذه العمليات الإجرامية، ثم بعد ذلك في مرحلة الحصار في سنوات التسعينات والسنتين الأولى من الألفية الثالثة قاموا بقطع الطرق والاعتداء على المواطنين في جنوب العراق وتحديدا في يعني بعد تسللهم من مناطق الأهوار. هذا التاريخ الأسود الإرهابي القذر الذي مارسته وكل هذه الميليشيات التي بعد الاحتلال جاء بها الاحتلال الأمريكي ودعمها وسيدها على العراق ووفر لها الأغطية السياسية والتمويل والدعم العسكري وإلى آخره، وجعل منها رؤساء وزارات. يعني أنت لو تلاحظ أن هذا الحزب يبدو أنه هو الأخضر على مشروع تدمير العراق، ولذلك تم تسليمه حكم العراق من ابتداء من الجعفري ونور المالكي وحيدر العبادي. وبالتالي وطبعا ايضا حتى عادل عبد المهدي يعني هو جزء من المجلس الاعلى للثوره الاسلاميه كما تسمى، وبالتالي فهو ايضا جزء من هذه الميليشيات الارهابيه والتنظيمات الاجراميه. هؤلاء ليسوا احزابا بالمعنى المعروف للاحزاب من هياكل تنظيميه ومؤسسات ومكاتب للتنظيم الحزبي في الأحزاب المعروفة بالعالم. هؤلاء مجرد أجهزة قمعية إرهابية وتنظيمات ميليشياوية، وهم لا يعني يخجلون من هذا. جميع المسؤولين في هذه التنظيمات يعترفون بدورهم التخريبي ويفاخرون به. والسيرة الإجرامية المعروفة لأبي مهدي المهندس ولغيره يعني معروفة، وما فعلته قناة NBC حقيقة لم تفعل شيئا، هي فقط ذكرت أنه كان له دور في تفجير السفارة نعم. العراقية في بيروت والتي راح ضحية هذا العمل الإجرامي العديد من الأبرياء. رئيس تحرير صحيفة وجهة نظر الأستاذ مصطفى كامل، شكرا جزيلا لك.